شكرا يا حنان. ومعك دي بس عادل ويب سايت الام تي في. بدنا نسالك هيك كم سؤال. الجمهور اللبناني تعرف عليك مساء امبارح من خلال نشرة اخبار الام تي في وحصولك على المرتبه الاولى بسباق بطولة آسيا لتحدي الفيراري وفئة الجنتلمان. شو شعورك كان خلال هيدا الكومبيتيشن، وخاصة انه قدرت تتحدى اسامي من مختلف انحاء العالم؟ الريسك بحد ذاته هو شعور ديجا كتير منيح، فاكيد بالاحرى لما يكون واحد عم بيسابق ويربح، يعني هم كتير كتير مهم اكيد هالشيء. صراحة كنت متوقع انه اطلع بوديوم، وانا وعدت اني اجيب ببوديوم حتى قبل ما يبلش السباق، بس ما كنت كتير متوقع انه اجي اول يعني بالبوديوم، عرفتي كيف؟ لانه خاصة انه المشتركين اللي معي اللي هني كناية عن 18 مشترك عندهم هيستوري او شو بيقولوا يعني تاريخ قبل مني بهالسباقات هيدي، وبيعرفوا السيارة أكثر مني بكثير ومسابقين علي أكثر مني بكثير. كانت شانس تبعيتي إنه يا ياخذ ريسك كثير قوي يعني، وخاطر بمحل أو محلين على التراك لحتى أقدر أربح وقت أكثر، وعلى استراتيجية اشتغلت إنه أتحش شوي زيادة يعني، أخذ النسيسري ريسك مثل ما بيقولوا، يعني ريسك مش بمحل ببعض المحلات. وهذا اللي صار معي بالسباق الاول، ما مش الحال، بس بالسباق الثاني عملت نفس الشيء والحمد لله مش الحال وسيطرت على الوضع لاخر السباق. اكيد شعوري كثير منيح، وانا اكيد بفتخر كمان انه على الاقل في تلفزيون واحد بلبنان اهتم بهالموضوع، اجى صور نقل على الاقل انه العالم يعني العالم اللبناني والنشيد الوطني اللبناني كان حاضر على السباق المهم كثير هيدا، لانه بيركزوا عليه سيارة كثير. مبسوط كثير انه كمان في كثير اصحاب شافوني على التلفزيون ودقوا لي وكذا وصول، لانه انا من النوع اللي ما بحكي كثير، ما بقول شو عم بعمل شو ما عم بعمل. بقى في كانت مفاجاه فعلا كثير ناس انه ولو ما بتقلنا ما كذا ما هيدا، عرفت كيف؟ بس انا بحب على طول هيك، يعني انا من النوع اللي بحب اني اقعد قليل، بحب اقعد قليل مشان اذا قدرت وصل او عامل دليفري لشيء اكثر بكون على طول يعني يكون الوقعه اهم بكثير من انه واحد يجي يوعد كثير ويجي ما يعمل دليفري، هي كانت دليفر وات هي بروميس، بيكون في مشكل ساعات، عرفتي كيف؟ بصير في ديسابوينتمنت بالعالم انه وعدنا وما قدر. فانا ما وعدت حدا بشيء الا نجيب اكيد هون على التراك، وعدته للتيم دول ام تي في، لانه بعد البراكتس سيشن حسيت على حالي قديش مرتاح مع السياره وقديش ماشي حالي بالسرعه. بقى كانت مفاجاه اكيد كثير لبعض الناس ولاصحاب لبنان والاهل يعني، وانا كمان بتشكر نجيب وشربل على حضورهم معي، وكان شيء كثير حلو يعني للكل. تاني حضرتك يمكن مش اول مره بتكون على تراك، عرفنا انه السنه الماضيه كنت بمازيراتي سباق مازيراتي، وكان كمان كانت اكسبيريانس حلوه، وبتقول انه لو ما عندك ولاد يمكن كنت بتعطي اكثر بكثير. يعني انا كنت افكر بالاساس انه العيله والبيبي، يعني عندي ولد صغير عمره هلا صار 11 شهر، رح يصيروا بالاحرى بعد يومين بالضبط، بكره بالضبط ال 14 يصير عمره سنه على الاد. كنت افكر انه هالشيء رح ياثر على البرفورمنس تبعيتي، بس شيء رهيب بالسباق، يعني سباق السيارات بالتحديد شعور ما حدا بيقدر يعني يفسره الا ما يقعد ورا السياره ويدور الموتور ويبلش السباق. بهاللحظة هيدي بالذات بتنسي كل شيء، يعني ما بتعودي تفكري، لانك اذا موجوعة بتنسى وجعك، اذا مهمومة بتنسي همك، اذا عندك حدا عم بتفكري فيه بتبطلي تفكري فيه، ما بتفكري الا بس على صوت الموتور، وانت لازم تغيري بداف، وانت لازم تبدلي فريم، وهيدا اللي قدامك كيف بدك تتخلصي منه تصيري قدامه، وهيدا الفوكس الوحيد الهم الوحيد اللي تكون عندك اياه، ما بيقعد في عندك وقت ابدا، يعني الادرينالين بياخذ تيكس اوفر يور بادي، ما بيخليك تفكري باي شيء ثاني، تفكري بهالاشخاص قبل السباق، ايه بهنموكي شوي، بتحس شوي بهم،
انه كمان عائلتي وكذا وما بعرف شو وفي ريسك وما ريسك وكذا، بس كمان بذات الوقت انه الحياه كلياتها بلا ريسك بعتقد ما لها طعم. يعني واحد يعمل ريسك بكل شيء، يعني بنزلتك على الطريق بلبنان بتاخذي مليون ريسك بالنهار او اي بلد بالعالم، بتنزلي بسياره عاديه على الشارع ممكن يجي حدا يفوت فيكي وبصير حادث ابشع من الحادث تبع التراك. فما في واحد يفكر هيك يعني العائله وكذا، اكيد بياثروا بس مثل ما عم بقول لك once you are behind the wheel، يعني once you get into the car بتفوتي على السياره بتدوري الموتور ببلش السواق ما بتقعدي تفكري بهدول الامور كلياتهم ابدا. نعرف عندك الباشن باشن للسيارات السريعه وخاصه الفيراري كمان كثير كبير، وبنعرف انه عندك كوليكسيون فيراري، شو سر هيدا الباشن لهالنوع سيارات؟ بالحقيقه يعني انه فيراري سياره كثير مميزه وانا وفيراري كسياره متفاهم كثير مع بعض. خليني اقول لك هالشيء، يعني انت بتقولي عم تحكي عن شخص وشراكه بالكورسا بيلوتا يلي هن بيعملوه فور ذير كلاينتس. مضبوط، بل انا شاركت بالكورسا بيلوتا كانت اول مره لي اكسبيرينس مع الفيراري. كنت سوق سيارات سريعه بس مش بهالمستوى هيدا، مش بهال الكاتيجوري، مش هال بيرفورمنس هيدي اكيد اقل بكثير. بس اول شغله بتحبون، مش انا عم بعمل دعايه لفيراري اكيد، بس فيراري بعتقد السياره الوحيده اللي هي فعلا سياره سباق بس تمشي فيها على الطريق العادي، يعني فيها كل شيء سياره ممكن تسابق فيها وبذات الوقت فيك تمشي فيها على الطريق. ومثل ما عم بقول لك بتفاهم كثير انا مع السياره، بحس على حالي كانه في يحكي معي، يعني بتصرفاتي بقلب السياره مثل كاني عم عامل شخص معين، مش عم عامل بس موتور وحديد وبليل وكذا. ما بعرف ناخذ نعطي كثير مع بعض، بتفاهم كثير مع بعض. من بعد هيدا النجاح الكتير كبير تاني، نعرف انت ابن الشمال، شو يعني شو محضرنا لبعدين؟ في شي بلبنان؟ شو مشاريعك لبعدين؟ انا صراحه من عكار، من عندي اذا سامع فيها، عندي ايضا عكار. اوكي. اذا عندي بعد كذا راوند مع فراري، يعني هاي البطوله بلشت هلا بابو ظبي، بس ان شاء الله بعد يعني في خمسه مور راوند تو جو، يعني في بعد عندي 10 سباقات بدي انزل فيهم. اوكي، عملنا 2 من اصل 10. اكيد حابب كفيهم كلياتهم، واكيد بيكون في بعدين في شيء اسمه فيراري مونديالي اللي هي بيجمع كل السائقين من 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 اسيا باسيفيك اللي انا من ضمنهم، مع السائقين الاوروبيين، مع السائقين من نورث امريكا، من امريكا الشماليه، يعني بيجتمعوا كلهم مع بعض باوروبا هذول، بيكون في اكثر من 70 80 سياره عم بيسابقوا مع بعض. هيدا اللي عم بسعى اوصل له ان شاء الله، يعني اشارك بهالبطوله ان شاء الله اقدر احقق كثير منيح. مستوى لبنان شو بدي اقول لك؟ يا حرام على لبنان، يعني شو يعني لو في مثلا ترانكيلتي بلبنان او في شويه هدوء او في كذا، في كثير اصحاب من اصحابي كنا مفكرين بكذا مره نعمل مثل حلبه صغيره بلبنان، نشجع السبور اكثر بلبنان، لانه بلبنان فعلا عندنا كثير يعني شباب كثير كثير شاطرين بالسواقه، يمكن اكثر مني بكثير، وبسمي منهم اكيد جو غانم اللي سباقت معه بالمدرسه، كان كثير كثير شاطر بسباقاته، هيز فيري فيري جود بيرفورمر يعني كشوفير. بس مع الاسف الاوبورتيونيتي تبعهم كثير ضعيفه، ما في مجالات ابدا لواحد يعمل براكتس، وما في تراكس بلبنان، وبده يطلع طول واحد برا لبنان، او بده يصير يروح يطلع على الشارع ويعمل شيء جنون، يعني مثل ما ثلاث ارباعنا كنا نعمل وقت كنا بلبنان، وهذا الشيء كمان بيشكل خطر عليك وعلى غيرك يعني بذات الوقت. صحيح. مثل ما عم بقول لك يا ريت لبنان يعني نعرف باي اتجاه رايحين، لو بنعرف باي اتجاه رايحين اكيد كنا فينا نعمل شيء احسن بلبنان من اللي عم ينعمل هلا، كنا عملنا شيء حلبه صغيره بمكان ما لحتى نقدر نحن كمان نمارس هواياتنا عليها، ونشجع كمان هالشباب الصغير الجداد طالعين اللي بحبوا السواقه انه لازم يطلع من لبنان شوفير فورمولا 1 عاجلا او اجلا. بعتقد انا لازم يكون عندنا شاب لبناني يفوت على الفورمولا 1 اذا الله راد. تاني حنا بدي اتشكرك كثير، وانت رفعت العلم اللبناني ورفعت راس لبنانيين برا، وخاصه بهيك نوع رياضات. انا بدي اتمنى لك من نجاح لنجاح، وان شاء الله بنكون عم نقابلك بنجاح تاني.
حبيبي ميرسي كثير، شكرا لك، يعطيك الف عافيه. شكرا لك كمان على اهتمامكم بهالموضوع. ميرسي كثير، ميرسي لك، بالفعل.